Voilà, aujourd'hui, c'est le 8e vendredi. Les rana nkhurjou. On talbou l'isaba bach t'rouhou t'tenaha. بصح اليوم انا نحمل المسؤوليه للقايد صالح نقول له لازم تبين الموقف ديالك لا بوزيسيون تاعك لازم تبان ومع الشعب ولا العصابه ما تشدش العصا من النص ما تشدش العصا من النص يا القايد صالح ونحملك المسؤوليه الا كان سالت قطره دم والله غير تتحمل مسؤوليتها انت باسكو انت اللي المفروض انك توقف مع الشعب الا كان خرجت ببيان وقلت راح تسقط هذه العصابه وهذا النظام الفاسد سيشهد لك التاريخ وستخرج من الابواب الواسعه تحيل وقفت مع العصابه سترمى الى مزبله التاريخ يا القايد واليوم حنا هذه الجمعه هي الثامنه اللي رانا نخرجوا سلميه يعني مالغري كو كاين دي بروفوكاسيون دو لابار دو لا بوليس اللي مفروض انها تخدم الشعب بصح راهي تحمي المصالح اللي تحمي العصابه والمصالح تاع العصابه بصح حنا نقعدوا سلميه باذن الله سلميه ونقول للشعب يعني يكون حذر باسكو هادو سي دي بروفوكاسيون سي دي بروفوكاسيون حنا اون اي لا اوجوردي اوني وان شاء الله نقعدوا سوليدير Pour une Algérie meilleure, on ne veut pas de vieux, on ne veut pas de Ben Salah, on ne veut pas de Belaïs. En plus, on voit Ouyahia qui se porte candidat. Ouyahia, Amil, Faransa, ou Sahib al-Mahamat al-Qadira, les Kharij Minjadid, les Kan Bsebtu Matu, de 2001, les jeunes de la Kabylie, les Kan Bsebtu, les Kan Matu, les Yomi Kul Karahin Tarshah Minjadid. Et nous nous disons, باللي حنا حبيناكم تروحوا وتروحوا كاع ولاش سمحوا ولاش ولاش سمح ولاش سمح ولاش ولاش سمح ولاش 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 مسيو قايد مسيو قايد مسيو قايد صالح اليوم راني نقول لك مونتري فوتر بوزيسيون بان بلي راك مع الشعب باسكو الجيش راهو مش الشعب الجيش ماشي تاعك انت مع انك الا موظف في الدوله حنا قلنا انسان كبير وانسان عاقل وراح يتخذ الامور بجديه تحضر بيانات وتتلعب اللعبه القذره ما نتقبلوهاش تتكلم وتقول باللي الجيش راح يرشح الانتخابات في 4 جويليا واش من انتخابات احنا في واد انت في واد حنا ندخل مطالبنا تعجيزيه اسقط النظام ولا شغل مطالب تعجيزيه يا القايد حنا اليوم نحملوك المسؤوليه تخرج لنا بيان وتبين لابوزيسيون ديالك راك مع الشعب ولا مع العصابة هذا